وهذه الخطورة تظهر في كل لحظة. هنا فرصة وتسديد خالد العسكري. خالد العسكري ينجح هنا بتصدي لكرة اللاعب سيسار لوكاس العرضي. ممنوع التسديد. من خليهم يمشي يسدوا. من خليهم يمشي يسدوا. برافو 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 يا خالد العسكري. برافو. يعني غريب. دائما عندهم الحظ وعندهم الفرصة للتسديد بهذه الطريقة. هذه رابع تسديدة لنادي مونتيري هذه المرة. وتدخل الحاج خطيرة. عسكري طلع يا اسماعيل. طرفين للبلاءات بهذه الصورة. كرة أمامية عملت 1-2. أومبيكو والسيزار. خالد العسكري بطل حتى الآن يا خالد. كاردوسو شاهدوا مرة أخرى. التسديدة لم تكن قوية ولكن كانت مسددة بشكل جميل بداخل القدم. هنا طبعا المدرب اللي تحدثنا عنه وقلنا بانه سبق له ان درب اتلانتي وتشاباس. بينما هنا التدخل الممتاز لخالد بسرعه. اومبيرتو يا سلام. اومبيرتو يفتح المجال. فرصه الهدف الثاني. فرصه خطيره. خالد بطل يا خالد. قد تكون هذه الكره فعلا نقطه التحول في مباراه. قد تزيد من حماس لاعبين نادي الرجاء. شاهدوا حالة الانفراد. شاهدوا فرق السرعة. بل معلم الحاج مرت عليه هذه الكرة. لكن المتقدم قد يكلف الرجاويين غاليا. كرة في وسط الميدان لمن ناحية لعب أريانو. يخرج خالد العسكري. أسد يا العسكري بشجاعة وبارتماء انتحارية فعلا منع هدفا. شادوا مرة أخرى. شادوا الارتباك لإسماعيل. يمنى العودة الكل. عرضيه يخرج. يا سلام على الأسد. هو خالد العسكري تسديد وترتد. رهيب والله من جانب نادي مونتيري حتى يصل للمرمى. اليوم يومك يا العسكري. اليوم لنا ممنوع العرضية. ممنوع. خالد يخرج. مارتوز. أسد في منطقته. أسد بمعنى الكلمة في منطقة شادو. رغم طول قامة اللاعب باسانتا صاحب القامة الطويلة ورغم ذلك شادو الارتقاء الممتاز.